guys, welcome back to my channel. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. فيديو النهارده هخلي مشاهير اليوتيوبرز البنات يتحكموا في حياتي لمده يوم كامل. حرفيا هيتحكموا في كل حاجه في حياتي بمعنى الكلمه. هاكل ايه، هشرب ايه، هعمل ايه، هلبس ايه، كل حاجه. فربنا يستر. اذا حابين فكره الفيديو ومش حابين تفوتوا اي فيديو من الفيديوهات اللي انا بعملها لكم على قناتي، اشتركوا واعملوا سبسكرايب وخلونا نفجر اللايكس يا جماعه بتاعت الفيديو. انا عايزه تفجير، مش عايزه اي لايكس، لا لا لا، مش اي رقم، عايزه تفجير. واهم حاجه تفعلوا جرس الاشعارات علشان كل ما انزل فيديو جديد يوتيوب يبعت لكم اشعار ان انا نزلت فيديو. وبس دلوقتي عايزه اقول لكم خلونا نبدا الفيديو ده علشان اليوتيوبرز المشاهير يتحكموا فيا وفي حياتي لمده يوم كامل. سو ليتس جو. اوكي جايز، واول حاجه هبدا بيها هي الميك اب. والشخص اللي خليته يختار لي الميك اب هو بنين ستارز. وبنين اختارت لي اللوك ده ان انا اعمله، وبصراحه عجبني جدا جدا لانه بعيد قوي عن الميك اب اللي انا دايما بعمله. حبيت قوي الالوان بتاعته لانها بني، وانا اصلا في العاده بحب النيود والبني والحاجات دي. سو هو ده الميك اب لوك اللي هكون بعمله النهارده. مش هكدب عليكم، بس بصراحه حاسه ان انا بوظت شويه الميك اب بالنمش اللي انا حاولت اعمله ده. مش عارفه طالع شكله حلو ولا وحش، يعني ساعات بحس ان هو حلو ساعات بحس ان هو وحش. بصراحه مستغربه شكلي شويه بالميك اب ده، انه ستايله غير جدا عن اللي انا بعمله. بس انتوا سيبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في شكلي. بالنسبه لستايل شعري وايه اللي هعمله في شعري، قررت انه اخلي نور ستارز هي اللي تختار لي الستايل. فبعت لنور مسج بس للاسف لسه ما شفتهاش لحد دلوقتي، وانا لازم اصور الفيديو ده لانه مش عايزه ابدا اتاخر عليكم فيه. جات لي فكره وهي اني انزل لكم ستوري على الانستغرام واخليكم انتوا في الحاله دي ان انتوا اللي تختاروا لي ستايل شعري. اوكي، فهنزل دلوقتي ستوري على الانستغرام وهكتب فيها عايزيني اعمل شعري مفرود ولا كيرلي. A few inches later. اوكي يا جماعه، سعاده تقريبا نص ساعة على اخر مرة شفتكم فيها، ودلوقتي هنفتح البوست مع بعض ونشوف انتوا اخترتوا اعمل شعري ازاي. عندي احساس كبير بيقول لي انه انتوا اخترتوا الشعر الكيرلي او الويفي، لكن بلاش فلسفة وخلونا نشوف. اوكي يس، زي ما انا توقعت 73% من الناس اختارت اني اعمل شعري كيرلي او ويفي. فهروح دلوقتي اكمل شعري، هعمله كده كيرلي على ويفي، وبعد كده هرجع لكم تاني علشان نكمل الفيديو. جايز، لسوء حظي للاسف انه نور ردت بعد يوم تقريبا من ما انا كنت خلاص خلصت تصوير الفيديو ده. بس قلت يعني هحط لكم الرد بتاعها anyways، حتى لو صورت الفيديو مش هعمل الشعر. فيا هو ده كان رد نور ستارز. نور I love you، وانا اسفة انه قرد صورت الفيديو، بس يا ما علينا خلونا نكمل الفيديو. اوكي جايز، دلوقتي بالنسبة لوجبة الفطار، لاني لسه ما اكلتش اي حاجة من الصبح كالعادة، اليوتيوبر اللي هتختار لي الفطار النهاردة قررت ان هي تكون اسو. خلونا نشوف اسو اختارت لي افطر ايه مع بعض. هاي حياة روان، شلون شخبارك؟ فطورك علي، افطارك علي بقى. اني اكل مرات من افطار اكل توست تمسحي بزبده وفوقه سموك تشيز جبن مدخن مع بلاك كوفي قهوه سوداء. واو، زي ما شفتوا طبعا السو اختارت ان انا افطر فطار عباره عن توست مع الزبده والجبنه، بس مش اي جبنه، جبنه مدخنه، وانا بعشق الجبنه المدخنه على فكره. بس ما جربتش الساندوتش ده بصراحه ابدا، اللي هو التوست مع الجبنه المدخنه مع الزبده. سو متحمسه جدا اجربه. اوكي يا جماعه، سو انا حاليا دلوقتي في المطبخ علشان اجهز الفطار. ما كانش عندي في البيت نوع الجبنه اللي السو طلبته مني اللي هو السموك تشيز، فطلبته، وهي دي الجبنه المدخنه زي ما انتم شايفين هنا مكتوب عليها سموكت. اللي لسه بيتفرج على الفيديو ده من غير ما يكون عامل لايك واشتراك في القناه ينزل دلوقتي حالا يحط لايك ويشترك في القناه علشان ما يروحش عليه اي فيديو جديد من الفيديوهات اللي هعملها لكم. وبس خلونا نجهز الفطار.
يا جماعة، فطاري النهاردة بقى جاهز على طريقة السو اكيد زي ما طلبته مني بالظبط. في العادة ما بشربش الكافي بالطريقة دي، بس اكيد لانه السو طلبت مني اشربها كده فهشربها كده. حرفيا هموت من الجوع، فخلونا نجرب الساندويتش. اوه ماي جاد. اوكي، اعتقد ان من بعد النهاردة ده هيكون فطاري المفضل. بجد كلمة يجنن قليل عليه، طعمه رهيب. بليز جربوه، لازم تجربوه. طعم الزبدة مع طعم التوست مع الجبنة المدخنة، واو. فهكمل فطاري دلوقتي وبعد كده هرجع لكم تاني علشان نشوف هنعمل ايه تاني النهاردة. فاليوتيوبر اللي خلتها النهارده تحدد لي لبسي على مزاجها، وهي اللي تقرر انا البس ايه للنهارده، لاني فعليا بعشق الستايل بتاعها، وهي ميمو. ميمو من اكتر الشخصيات اللي انا بعشقهم فعليا. انا وهي لما نتقابل بس ضحك بس ضحك. فخلونا نشوف مريم اختارت لي البس ايه للنهارده. هاي يا مروان، شلونك؟ اريد تلبسين اليوم ليذر اوتفيت، يعني حافين ليذر من فوق لجوا، تكون الجنطه لونها فاتح، يكون جاكيت اسود، بنطلون اسود جديد، وحذاء او بوت ابيض. اوكي يا جماعه، حبيت جدا جدا الاوتفيت اللي هي اختارته لي، لانه هي اختارت لي اوتفيت اللي هي بتلبسه دايما اللي هو جلد ليذر اسود. اوكي، سو هنا عندي الليذر بانت زي ما ميمو طلبت مني. مريم طلبت مني البس ليذر جاكيت او جاكيت جلد اللي هو بيكون جاكيت شتوي وتقيل، لكن انا مش عايشه في دوله برد، انا عايشه في الامارات والامارات دلوقتي حر، فبصراحه مش هقدر البس جاكيت جلد ابدا، فهلبس تي شيرت عادي. اولا في عندي التي شيرت ده بفكر البسه على البنطلون الجلد، بحسه هيليق، وكمان عندي ده بس انا مايله اكتر لده، مش عارفه ليه بحبه قوي. اوكي جايز، سو هو ده الاوتفيت اللي انا لبسته، طبعا على ذوق ميمو. ميمو اي لاف يو، الاوتفيت طلع يجنن. لبست بنطلون جلد زي ما هي قالت لي مع التي شيرت ده، لانه زي ما فهمتكم الجو حر بره جدا، ولبست كمان شنطه بيضه زي ما هي طلبت مني، واخر حاجه لبستها هي الشوز الابيض ده، لانه بصراحه ما كانش عندي بوت ابيض فلبست شوز عادي ابيض. لو الجو كان برد شويه كان هو ده هيبقى شكل الاوتفيت مع الجاكيت، بصراحه شكله حلو قوي مع الجاكيت، بس الجو بره حر نار. فيا هو ده الاوتفيت بتاعي للنهارده. بما اني لابسه وجاهزه بالمره، فقلت ليه ما انزلش اتغدى بره على وقت الغدا، واليوتيوبرز اللي هيختاروا لي الغدا بتاعي النهارده هاكل ايه وهشرب ايه على الغدا هم روان وريان. دايما بتشبهوني بروان، دايما بتقولوا لي ان انا وهي شبه بعض. بيني وبينكم انا برضو شايفه جدا الشبه اللي ما بيننا، حتى نفس الاسم، يعني الموضوع بجد. بعت لهم مسج على الانستغرام، واعتقد اللي ردت عليا هي روان، ممكن اكون غلطانه. فخلونا نشوف روان وريان قرروا انه انا هتغدى ايه النهارده. هاي روان، كيفك؟ بما انه بدك اياني اتحكم بغداك لليوم، بدي اياكي تغدي ورق عنب، لانه انا كثير بحب ورق عنب، والمشروب يكون ستروبري موهيتو، والديزرت يكون مولتن كيك او سوفلي هيك شيء يعني، with ice cream vanilla on top. وhopefully you like it وتتهني بالاكل. ياي جايز، روان، اعتقد دي روان، يعني انا مش عارفه ليه مقتنعه ان دي روان، يمكن هي مش روان بس انا مقتنعه ان هي روان، انا حافظه صوتها. جايز اختيار الغداء يجنن، اختيار موفق، لانه ادتني حاجه اشربها وحاجه اكلها وكمان حلويات بعد ما اخلص اكل. فدلوقتي هننزل وناكل برا علشان انا لابسه، وممكن اطلب في البيت، بس بصراحه قلت ليه ما نخرجش مع بعض ونغير جو مع بعض. ليتس جو Let's go. Okay guys, so وصلت على المطعم وطلبت الاكل، وبصراحة غشيت شوية لاني طلبت كمان ملفوف مع ورق العنب، لانه الملفوف بجد بعشقه. قد ايه بتحمس لما بشوف ورق عنب يا جماعة. سو هو ده ورق العنب، طبعا سبايسي علشان يكون طعمه احلى. شوفوا ازاي شكل ورق العنب، يجنن ويشهي. وطبعا عندي الموهيتو علشان يبرد كده على القلب في الحر ده. واو يامي ورق العنب، خلونا نجربه. بصوا بكل صراحة مفيش احلى واطيب من ورق العنب بتاع مامتي اللي بتعمله لنا في البيت، بس ده برضو حلو. ودلوقتي هكمل الغدا بتاعي للنهاردة، لانه قاعدة بتكلم ومش باكل، وانا فعلا جعانة وعايزة اكل. اوكي جايز، سو انا دلوقتي حاليا في البيت بعد ما خلصت الغداء اللي كان حرفيا يجنن، بس في اهم جزء من الغداء ده ناقص، وهو المولتن كيك اللي روان طلبت مني اكلها. او ماي جاد جايز، انتوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي كيك مولتن كيك مع فانيلا ايس كريم، والايس كريم قاعد بيسيح، فانا بقول انه ابدا اكله دلوقتي احسن ما يسيح خالص. دي على فكره من اكتر الحلويات اللي انا بحب اكلها،
جهزها وشوفوا ازاي شكلها يجنن جايز. مش معقول قد ايه لذيذ يا جماعه بجد. توضيح بس يا جماعه يعني للناس اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، اكيد انا مش هخلص كل ده لوحدي، انا احب اكيد اني اخلصه لوحدي اكيد، بس ده مش هيحصل. ودلوقتي هنروح لليوتيوبر اللي بعد كده اللي هيتحكم في يومي، واللي هو اكيد بسمه داش اللي هي اختي. I love you بسمة. طلبت من بسمة ان هي تتحكم في حاجة اعملها، اي حاجة. قلت لها اطلبي مني اني اعمل اي حاجة وانا هعملها. فخلونا نشوف مع بعض حكم بسمة. هاي ليلي، اكسكيوز، انا لسه مخلصة دلوقتي my session in the spa، بس عايزة اقول لك بما ان انتي طول عمرك نفسك تصبغي شعرك لون مجنون، عايزاكي النهاردة تصبغي شعرك purple بنفسجي. اوه ماي جاد. للي ما يعرفوش، انا بقالي فتره فعليا كل يوم بقعد اقول لاهلي انا عايزه اصبغ شعري، انا عايزه اقص شعري، انا عايزه اعمل شعري لون مجنون. انا فعليا يا جماعه زهقانه جدا من شعري بطريقه مش طبيعيه. بس اللي هي لسه ما تعرفهوش انه انا مش مستعده نفسيا ابدا دلوقتي في الوقت الحالي او في اليوم الحالي ان انا اروح واصبغ شعري. هصبغ شعري في فيديو تاني قريب وهاخدكم معايا على الصالون وكل الكلام ده، لكن لما افكر كويس في الموضوع واشوف اصلا ايه اللون اللي انا عايزه اعمله. بس في الوقت الحالي انا قررت اني اركب باروكه لونها بنفسجي. جايز او ماي جاد، مستعدين تشوفوا شكلي وشعري الجديد بالشعر البنفسجي؟ هقول 1 2 3. انا بجد مش عارفه نفسي مين دي. هل دي شخصيه كرتون؟ هل دي شخصيه طالعه من فيلم انمي؟ من هذه؟ من انتم؟ انا بصراحه لو عليا يا جماعه هقص نفس القصه دي بالظبط، لاني حرفيا بعشق القصه دي عليا. كمان هغير شعري وهخليه اللون ده. سو اللي هعمله اني هسيب القرار في ايديكم انتوا. تكتبوا لي تحت في الكومنتس عايزيني اطول شعري ولا اقصه ولا اصبغه ولا اخليه ولا اعمل فيه ايه. وبما انه اللوك ده عجبني فهخليه وهنكمل بيه الفيديو للاخر. واخر حاجه عندنا هي هتكون وجبة العشاء من اكتر يوتيوبر انا بعشقها وحرفيا اطيب واجمل شخص ممكن تكلموه في حياتكم، وهي حبيبة قلبي شهد ناصر. فخلونا نشوف شهد عايزاني اتعشى ايه للنهاردة. هاي بيب، كيف حالك؟ طبعا انا كتير مبسوطة انه انا معك بفيديو اليوم. علشان اكون صريحة معك، كان في بالي مخططات لفيديو اليوم، اقسم بالله كنت رح تكرهيني بسببها، بس شفقت عليك وقلت لا انا بحب روان ما بديها تكرهني. بالنسبة لعشاكي اليوم بدي اياكي تتعشي احلى عشاء وفطور بالنسبة لي اللي هو توست الافوكادو مع بيض، يعني حبذا حبذا لو معها كاسة شاي. شهد اختارت لي فعليا اكتر اكلة انا نفسي اجربها من زمان، لانه دايما دايما بشوف الوصفة دي على تيك توك ولا مرة قررت اني اجربها. عشان اكون صريحة معاكم، انا لسه شبعانة من كل الحاجات اللي كلتها قبل كده، فهدي لنفسي كده ساعة على ما اكون جوعت تاني وبعد كده هرجع لكم علشان وقت الغداء، قصدي العشاء. عشايا المتواضع بقى جاهز. انا بجد جعانه جدا ونفسي جدا اجرب الساندويتش ده لانه شكله يجنن وريحته كمان حلوه قوي. متاكده بصراحه ان هو هيعجبني لانه اصلا ذوق شهد في الاكل يجنن، ومش اول مره اجرب حاجه هي قايله عليها. او ماي جاد، واو جايز، واو، انا مصدومه من الطعم. ولا غلطه. وبكده جايز نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، انا استمتعت جدا وانا بصوره. بليز جايز ما تطلعوش من الفيديو من غير ما تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب علشان عائلتنا تكبر على اليوتيوب. وبس دلوقتي عايزه اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.